خلينا نروح لخبر تاني. والحقيقة احنا بنحتفل بشهر المرأة، فكان لازم يكون معانا نموذج من النماذج الإيجابية المصرية والاستثنائية. النهاردة معانا واحدة من البطلات اللي عايشين في الولايات المتحدة الأمريكية، واللي قدرت أنها تحقق إنجاز فريد من نوعه وحصلت على المركز الأول في بطولة نيو إنجلاند ولاية مين في القفز بالزانة على مسافة 3.65 متر. ضيفتنا هي اللاعبة ياسمين فرج، واللي منورانا عبر الهاتف. ياسمين صباح الخير عليكي وألف مبروك. ياسمين صباح الخير. الو صباح النور، ازيك عامله ايه؟ معلش انا الكاميرا بتاعتي فيها مشكله، فمش عارفه افتح الكاميرا خالص. ولا يهمك، المهم ان انت موجوده معانا. لا لا خالص، الدنيا اصلا عندي ضلمه قوي، الساعه 2 الفجر دلوقتي. معلش مسهرينك، بس احنا يعني شايفين ان احنا الحقيقه كان لازم نحتفل بيكي، وكان لازم نقول لك مبروك، وكان لازم نعرض قصه نجاحك على كل مشاهدين صباح الخير يا مصر. خلينا نعرف في البدايه منك حكايه انضمامك للعبه القفز بالزانه تحديدا. هو انا بدات ان انا بلعب جمباز من وانا عندي 3 سنين. وفي مره كنت رحت التراك بعمل فتنس مع واحده صاحبتي من التيم بتاعي، فالكابتن شافنا وقال لنا تعالوا، عارفين اللعبه اللي انتوا بتمسكوا عصايه وتجروا تنطوا بيها ديت، عايزين تجربوا. فانا قلت ماشي وهي قالت ماشي، وبعدين الفريق بتاعنا كله جه وكلنا بدانا ننط زانه، وكلنا كنا مع بعض في فريق جمباز وكلنا كنا مع بعض في فريق الزانه. بس مع الوقت كل واحد طبعا اختار اولوياته، وانا بصراحه حبيت اللعبه جدا وكملت فيها، والكابتن يوسف هو اللي علمني زانه. انت بدايتك كانت في مصر ولا في امريكا ياسمين؟ لا انا بدايتي كانت في مصر، انا امريكا ما عملتش فيها اي حاجه لحد دلوقتي. يعني هو اخر حاجه اللي هو الاندور سيزون دوت اللي بدات احقق فيه اول بطولات ليا، بس انا بدايتي كلها في مصر. يعني انا مش من اللعيبه اللي هو اتعملت في امريكا او اتعملت بره، انا اتعملت في مصر وبعد كده سافرت عشان اكمل على اللي انا وصلت له. بس فبدات اول طفره ليا كانت في 2016 لما حطمت رقم تحت 16 سنه. كان بقى له 10 سنين ما اتكسرش. والطفره اللي بعدها كانت 2018، كنت كسرت رقم 18 سنه ولا 20 سنه. ف 2018 سافرت بطوله عرب، سافرت البطوله الافريقيه، كان نفسي طبعا اتاهل لاولمبياد الشباب بس ما حصلش نصيب. جبت تاني في البطولات الافريقيه، بس هي كانوا بياخدوا الاول بس الاولمبياد. وبعدين 2019 كنت سافرت بطوله افريقيه برضو، حققت فيها الحمد لله، ما كانش احسن رقم بس حققت. ورحت تور في يوروب. يعني هو ما كانش احسن رقم وقتها ياسمين، لكن يعني ما شاء الله في تحدي وكفاح واصرار لحد ما احتلت المرتبه الثانيه على قائمه افضل 10 لاعبين في تاريخ جامعه مين في الولايات المتحده الامريكيه. فازاي قدرت اللي انت يعني تتحدي الصعاب للوصول للرقم ده؟ بصوا، هو انا دايما مش ببص على الناس ارقامها عامله ازاي، انا بس ببص على ايه اللي انا اقدر اعمله، وبحاول اوصل، يعني بحاول اعمل احسن ما عندي، ولما بعمل احسن ما عندي بوصل اللي انا عايزاه. انا مش بحب ابص على اللي حواليا، الناس اللي حواليا بتمثل قد ايه، صحيح. الناس اللي حواليا مين اللي هيلعب معايا، انا بس ببقى داخله مركزه في ورقتك زي ما بيقولوا. يعني مش بحب، انا بالظبط انا مش ببقى متكلم مع اي حد، حتى المدرب بتاعي اللعيب، يعني اللعيبه صحابي يبقوا عارفين المود بتاعي في البطوله او حتى قبلها، اللي هو لازم ببعد عن كل الناس، ببقى بس مركزه انا عايزه حاجه معينه، مش عايزه اتكلم مع اي حد. ف يعني ببص ان انا عايزه انط اعلى، ولو نطيت اعلى هكسب او هبقى. يعني انا على فكره لما يعني اتحطيت في التوب 2، يعني كنت توب 2 من التوب 10 ليست، يعني انا ما كنتش اعرف خالص غير بعدها بفتره لقيت الكوتش بعت لي ايميل ان انا يعني رقم 2، ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بعد يعني بعد الاوت دور سيزون دوت ان شاء الله ابقى رقم 1 ان شاء الله. وقلت الجول بتاعي ان انا اكثر رقم الجامعه وابقى رقم الجامعه ورقم ولايه مين يبقى باسمي. والحمد لله احنا لسه مخلصين الاندور سيزون بتاعنا، وكانت اكبر بطوله اللي هي امريكا ايست،
دي اكبر كونفرنس، فالحمد لله ان انا كسبت البطوله ديت. وحتى الكابتن بتاعي قال لي كان تحدي كبير ان انا اجيبك هنا امريكا، وانا جايبك عشان تكسبي البطوله ديت، وانا مبسوط ان انت كسبتي البطوله ديت. عشان احنا كلنا الحقيقه مبسوطين يا ياسمين بيكي، فخورين بيكي. طيب يعني انت دلوقتي اتكلمتي ان انت سافرتي امريكا عشان تلتحقي بالجامعه، مظبوط؟ بص انا بدات اقدم، يعني اول فتره بدات اقدم فيها على سكولرشيب في امريكا منحه دراسيه. وعشرين بصي لا هو كان منحه بس I was transferring، يعني انا بدات جامعه في مصر. كنت بتنقلي يعني من جامعه لجامعه؟ انا اتنقلت. انا اول ما كورونا بدات وقعدنا في البيت، كذا حد من صحابي قالوا لي انت ازاي ما سافرتيش امريكا، انت تقدري تسافري؟ فانا قلت لهم اكيد لا، ما حدش هيقدر ياخدني في الظروف اللي احنا فيها ديت. وبعدين امريكا كان ساعتها في بقى انتخابات كان في ظروف كتير طبعا. مفيش اي حد. فانا بدات اقدم وبدات ابعت الجامعات، ويعني لحسن الحظ كان في جامعات كتيره جدا ردوا عليا وقالوا لي نقدر نديكي فول سكولرشيب، وكان منهم جامعه مين، بس انا جيت مين عشان هم خلصوا ورقي كله بسرعه. و انت بتدرسي ايه يا ياسمين؟ انا جيت السنه اللي فاتت. نعم بتدرسي ايه؟ انا بدرس ميكانيكال انجينيرنج واوشن مارين انجينيرنج. طيب ياسمين انا عاجبني جدا عجبني جدا لما بدات الكلام وقلت ان انت يعني مصريه صنعتي او رياضتك دي صنعت في مصر وتاهلتي في مصر، فانا عاجبني فعلا يعني فكره اعتزازك بمصريتك تحديدا. لكن عاوز اعرف ايه اللي انت واجهتيه من مشقه او صعاب عشان تقدري تاهلي نفسك في لعبه زي دي، لان اعتقد هي بتعتمد على لياقه بدنيه عاليه جدا برضو. يمكن احنا بنتابع دلوقتي فيديوهات ليكي اثناء المداخله، شايف فيها مجهود برضو وفيها يعني نوع من انواع اللياقه العاليه علشان خاطر تقدري تتاهلي وتاخدي الارقام اللي انت قلتيها لنا دلوقتي، الارقام القياسيه دي. وايه النصيحه اللي تنصحيها لكل يعني طالبه بقى موجوده او كل فتاه موجوده في مصر عاوزه تلعب اللعبه دي؟ القفز بالزان. بص انا زي ما قلت لك انا كنت بلعب جمباز، وقعدت لعبت جمباز 16 سنه، فانا يعني كانت جسمي كان بالظبط كان خلاص، يعني كان اتنحت فتنس، فانا كنت تحطني في اي رياضه يعني اي ويل فيت ان في اي حته. بس طبعا انا ما كنتش سريعه، كان لازم اجري كتير، كان لازم احط اولويات في حياتي. وديت كانت بدات في 2018، كانت اصعب سنه. كنت في ثانوية عامة، كان لازم عليا اتمرن جمباز عشان وكمان اتمرن زينة، وكمان دروس بقى ثانوية عامة، ايام الدروس اللي هي الصبح وبالليل ديت. وفي نفس الوقت كان عندي بطولات كتير وكان لازم احقق فيها. فالطفرة بتاعتي كانت حصلت. انت سامعيني كويس؟ سامعينك يا ياسمين. اوكي. يعني هي الفتره ديت كانت حصلت 2018، و 2018 ديت هي اللي بينت لي بجد يعني انا محتاجه، يعني انا عايزه ايه من الدنيا، اللي هو يعني عايزه حاجه انت لازم بجد تشتغلي عليها جامد جدا. ويعني ايه الاهداف بتاعتك اللي جايه؟ مفيش. نعم يعني قدرت تخليكي تحددي اهدافك او محتاجه ايه؟ بالظبط. ايوه هو انا مبسوطه جدا ان 2018 ديت حصلت. انا بجد دي كانت اكتر يعني من اكتر السنين الصعبه في حياتي. بس هي بجد علمتني دلوقتي يعني كونت شخصيتك بجد. it was really 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 worth it، وبجد كانت يعني تستحق كل الحاجات اللي انا يعني ان انا يعني في حاجات كتيره جدا انا استغنيت عنها في السنه ديت علشان اوصل اللي انا فيه. وانا طبعا مش في احسن حاجه دلوقتي، بس انا عايزه ابقى احسن. هي اولويات تحط، يعني انت واولوياتك شوف انت عايز تبقى ايه، وحط ده قدامك واشتغل عليه عشان توصل لدوت. لكن كل حاجه ليها ثمنها يا ياسمين، يعني النجاح ليه ثمن كبير والتميز ليه ثمن كبير. طيب ياسمين انت قلت لنا ان انت يعني بطله اتعملت في مصر، صناعه مصريه خالصه، وبعدين لما سافرتي بقيتي كمان بطله بره. لما سافرتي بره حسيتي ان في فرق بينك وبين نفس اللعيبه اللي بتلعب هذه اللعبه قفز بالزانه؟ حسيتي ان التاهيل بتاعهم مختلف، ولا حسيتي ان لا ان تاهيلك بالفعل يضاهي التدريبات ويضاهي المستوى اللي انت شفتي فيه الابطال اللي بتلعب قفز بالزانه بره؟
بصي انا مش فاهمه السؤال بالظبط، بس هقول لك. يعني هقول لك يعني انت تاهيلك، يعني بصي يا ياسمين هقول لك انت تاهيلك لما انت تاهلتي هنا في مصر اتاهلتي بدنيا لهذه الرياضه في مصر، مظبوط؟ بالظبط. طيب لما سافرتي بره ولقيتي ناس تانية بتلعب نفس الرياضه، حسيتي ان تاهيلك البدني مختلف عنهم؟ هل هم فيهم مثلا يعني في تاهيل مختلف ان كان بالايجاب او بالسلب؟ حسيتي ان في اختلاف ولا حسيتي ان انت مؤهله بشكل يعني لا في تنافس بينكم، تنافس متساوي يعني؟ بصي هو التنافس فعلا هنا الحمد لله من بيننا متساوي، يعني انا مش ناقصني حاجات كتير قوي ان انا اوصل للي انا عايزاه. هو انا اللي انا عايزاه لحد دلوقتي لسه ما وصلتوش، ان شاء الله ان شاء الله يا رب اوصلي قريب. بس احنا كلنا زي بعض، يعني انا الحمد لله مش حاسس ان انا قليله ما بينهم، ما حاسس ان انا فايتني حاجات كتيره، بالعكس انا ماشيه في نفس البيس اللي هم ماشيين فيه ويمكن اعلى منهم بسنه. بس عشان يعني انا عنيده جدا، انا عنيده جدا. مدربين ولولا عندك ما كنتيش وصلتي للي انت وصلتي له. هو هم عارفين انا دايما عنيده ودايما بتضايق، يعني الحاجه الوحيده اللي ممكن تضايقني في يومي وتعتن عليا هو التمرين. يعني انا بالنسبه لي شغل الجامعه، يعني انا كويس جدا في الجامعه، انا ما فوتش امتحان مش اي حاجه من الحاجات دي، بس انا جيت امريكا علشان العب زي ما انا ما جيتش امريكا عشان الدراسه. انا كده كده كنت واخده من حكم في مصر، وكنت بعمل برضه بدرس وبشتغل وبتمرن، بس لما جيت هنا ما جيت هنا مخصوص عشان العب زي ما علشان عايزه اكمل حاجه حلمك. معينه ف بالظبط. فانا اتمنى فعلا ان هو يعني اوصل اللي انا نفسي 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 اروح الاولمبيات الجايه، وبحاول على قد ما اقدر ان انا اشتغل على نفسي واوصل للحلم ده. بس احنا برضو الجامعه عندنا هنا صعبه قوي، فانا مش عايزه برضو اوقع كارير الجامعه مني، لان دوت برضو هيبقى يعني هو ده هيبقى الكارير بتاعي بعد ما اوقف العب زينا. لو وزي ما انت قلتي لو جاز ليا اللي انا استخدم التعبير يعني ياسمين اللي انت استخدمتيه على نفسك، عندك ده هو اللي هيخليك اللي انت تقدري توفقي ما بين جامعتك وما بين الرياضه، رياضه القفز بالزينه، وان شاء الله في الاولمبيات الجايه تجيبي لنا ميداليه ترفعي بيها اسم مصر بره. لكن عاوز اعرف منك كده سريعا، لان انت عارفه في اتجاه دلوقتي للدوله لدعم الالعاب الفرديه مش الالعاب الجماعيه بقى فقط، يعني ايه اللي بينقصنا هنا في مصر عشان نقدر نأهل ابطال يقدروا اللي هم يجيبوا جوائز زي الجوائز اللي انت جبتيها كده؟ خبره مش بيحطوا اللعيبه في خبرات خالص، يعني خبره ان هم يعني نسافر معسكرات بره نلعب مع اللعيبه احسن مننا، يشدونا لفوق على نط اعلى نبقى اسرع، اللعيبه مثلا بتوع الجري، اللعيبه بتوع الوزن، اللعيبه اللي بترمي، لما احنا بنلعب عامه مع لعيبه احسن مننا احنا بنسخن فبنلعب احسن. لكن ان احنا نفضل قاعدين، علشان كده انا جيت هنا عشان العب مع لعيبه احسن، علشان اقدر اتشد لفوق شويه علشان ابقى احسن. لكن انا مش هينفع ان انا بلعب بطولات الجمهوريه بكسب كل البطولات ومش لاقيه اي منافسه ليا خالص، فالموضوع احيانا بيبقى اللي هو انا حاسه ان انا عملت كده احسن حاجه عندي، فخلاص مش عارفه احسن من نفسي، مش عارفه انط اعلى، مش عارفه ابقى اسرع، مش حاسه ان في منافسه. هو احنا محتاجين ان احنا يعني نفتح، يعني فكره الانفتاح، الانفتاح على الدول الاخرى عشان خاطر يبقى في نوع من انواع التنافسيه اللي تقدر تاهلنا لمستويات اعلى. ياسمين فراج بنشكرك على وجودك معنا في صباح الخير يا مصر، وان شاء الله تكوني ضيفه معنا هنا في الاستوديو وانت محققه حلمك الاكبر وانت جايبه ميداليه في الاولمبياد. طبعا كنت معنا ياسمين فرج الحاصله على المركز الاول في بطوله نيو انجلاند لولايه مين في القفز بالزانه على مسافه 3.65 متر.